لما تقسم لكنك انت ما بتعني القسم او ما تلتزم او ما تفهم شو معنى القسم. او خليني اعرف لك معنى القسم. القسم هو حلف يمين لاجل التثبيت. بالعهد الجديد حكانا هذا الكلام، قال حتى تثبت الامور، يحصل تثبيت للامور تقسم. شو تثبيت للامور؟ يعني يحصل اتفاق، يحصل التزام حرفي، يحصل عهد، يحصل امر واقع. انت لما تحلف معناها انت ثبتت كل الامور، انه خلص انحسم الموضوع. عبرانيين 6:16 قال فان الناس يقسمون بالاعظم، ونهايه كل مشاجره عندهم لاجل التثبيت هي القسم. فلما ينهي موضوع كان يقسم، يعطون قسم، انتهى الموضوع، انتهى الالتزام، دخلت أنا في التزام. فأول شيء القسم أو الحلفان أو اليمين هو التزام حرفي، هو الدخول في عهد، هو تثبيت حق، تثبيت حق شرعي إلك في حق الآخر. لما أنت تستخدم اسم الله في القسم أنت بتستخدم المركز الأعلى، ما في أعلى منه. فالكلام اللي أنت بتحكيه أصبح الله شاهد على هذا الكلام. يعني ممكن العدو يشتكي عليك لأنك أنت أقسمت قسم أمام الله، ولكنك أنت لم تفي بهذا القسم، أو كذبت في القسم، أو ما أديت التزاماتك الحرفية بهذا القسم، فهي في شكوى من العدو يقدر يشتكي عليك. فإذا القسم خليه بداخلك، هو عهد، هو التزام حرفي، هو ربط، هو ربط. انت بتربط نفسك بموضوع، انت بتفتح لينك، بتفتح باب بينك وبين الرب، وتربط نفسك بموضوع معين مع الرب. فهذا القسم او قوة القسم. لكن الجزء الضار من القسم اللي حكينا عنه، لما انا ادي القسم او اديت القسم او اجدادي ادوا القسم وما كان في تحقيق لهذا الالتزام، كتاب يوضح لنا في ارميا 29:18 يقول لو انت ما اديت القسم او رجعت بالقسم او كسرت القسم ففي نتائج مترتبة، هي اللعنة، اللعنة، الوقوع تحت لعنة لكل من لم يبرأ او ينفذ او يطبق الوعود، او لمن يكذب في اقراره. حتى ان كلمة حلف استعملت بمعنى اللعن، الانتقام، القلق، الدهش. شوف ارميا 29:18، الشخص اللي ما يلتزم بالقسم، بالعهد، قسم يعني عهد، بس بالحلفان أو بالأشياء، وأجعلهم قلقا لكل ممالك الأرض، حلفا ودهشا وصفيرا وعارا. لو أنا عندي مشكلة بالقسم، لو أبوي عنده مشكلة بالقسم، لو أنا عندي مشكلة قسمت قسم معين وكسرت هذا القسم. إحنا ليه اليوم كثير ناس تقسم وتحلف وما يحصل شيء بحياته بعد هذا الموضوع؟ ليه؟ لأنه هذا القانون مش فاهمينه، أنه أنا لما أقسم وأرجع بالقسم أو أكسر القسم أو أبطل القسم أو ما أفي بالتزاماتي، أنا بدخل نفسي تحت لعنة اسمها القلق، تحت لعنة اسمها الدهش، صفير. واحد يقول لي أنا بسمع صفير وعار ومشكلة وعندي واحد كأنه يستهزئ فيك. هذه مشكلة راح نشوف بعد شوي تأثير هذا الموضوع. أيضا المرأة بالعهد القديم اللي زوجها يشك فيها في أنه هي زنت، شو بتعمل هذه المرأة في سفر العدد 5؟ يحكي من عدد 11 لعدد 28، يشرح كيف لازم المرأة تحلف أمام القاضي بأنه هي ما عملت أي خطيئة زنا. هذا الحلفان أو هذا يشربوه ما يسميه ماء اللعنة، ماء اللعنة. تحلف أو الكاهن يحلف على المي، لو هي زنت وتشرب هذا المي يتحول هذا المي إلى لعن داخلها فتطلق أحشاء إلى خارج. هذا كلام كتابي مش من عندي، سفر العدد 5:11-28 ممكن ترجع تقرأ. أيضا في تنبيهات أخرى دخلت علينا بالعهد